اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من المطبخ المصري، مطبخ مصري بشهاوه الريف المصري الصعيد المصري، بيبقى له مذاق خاص جدا لما نبدا ان احنا نقلب في الاكله ونديها الجوده بتاعتها. يعني النهارده معانا السجق البلدي، في جزار في المنطقه بنوصيه شويه سجق حلوين، البتنجان احنا هاملينه شويه يعني بنستخدمه في طبق مسقعه مع الفلافل او الطعميه المتحمره، ولكن نعمل طاجن سجق بالبتنجان ده موضوع وده حكايه، لان البتنجان غني جدا ومضادات للاكسده وقيمته الغذائيه عاليه جدا، وهو اي نعم من بره اسود ولكن من جوه قلبه ابيض زي الشيف. هنشوف النهارده هنقدمه بطريقه جديده زي لحضراتكم، هتعجبكم بالتاكيد وهتناسب الاطفال والصغيرين وكل افراد الاسره. معانا الخيار والطماطم النهارده هنعمل طبق مخلل. هعمل مزيج ما بين الخيار المخلل والخيار الاخضر الاثنين مع بعض مع طماطم. الطبق ده على السفره بيحل مكان الترشي. انا مش عايزك تشتري ترشي من بره، البيت تعملي فيه الخيار، تعملي الطماطم، تعملي الجزر. المخللات ديت مهم جدا انك تكون من انتاج ايدك انت ومن اصابع ايدك العشره. السفره بتاعت النهارده بما ان الجو حر احنا مهتمين جدا بالايس كريم، كل يوم معانا نوع من الايس كريم. النهارده هنعمل السموزي الخوخ بالزبادي، بما ان هو طبعا الخوخ مفيد جدا وخاصه خير ارضنا بتاع سينا والواحات. هنشوف هنعمله مع بعض النهارده مع الزبادي ازاي، مع فليفر من النعناع الاخضر والتلج والسكر، اضافه العسل حسب الرغبه. تفاصيل كتيره النهارده وحلقه بسيطه وسهله، ولكن معلومه غير معلومه، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نقول كلمتنا مع بتنجان قلبه ابيض ولكن من بره اسود. انت ما يغركيش نوع الفاكهه اذا كان شكلها، شوف القيمه الغذائيه بتاعتها. مهم جدا البتنجان، مقاوم للاكسده، مضادات اكسده، في عناصر غذائيه، في بوتاسيوم، في كالسيوم، في معادن، مهم جدا ان احنا نستفيد بيه ونعمله باكتر من صنف. مقادير طاجن البتنجان بالسجق البلدي على الشاشه. سجق بلدي وبتنجان كبير صغير يبقى طازة معانا زي الفل. البهارات بتاعتنا ما شوية ملح وشوية فلفل وشوية كمون وكزبرة خضرة وكزبرة ناشفة الاتنين مع بعض، والمقادير بسيطة وسهلة في متناول الجميع. ولكن احنا معانا مشكلة مع البتنجان، بيشرب زيت يا مغازي، نعمل ايه؟ احنا مع بعض واحدة واحدة كده خلونا نحمر شوية البتنجان دول بعد تقطيع مكعبات بالشكل ده كده. وانا ما انصحكيش ان احنا نقطع البتنجان ونحطه في مصفى وننزل ميته. ميته دي ما هي قيمه غذائيه عاليه جدا، انا عايز استفيد بيها. فاستفيد بيها ازاي؟ بحط معلقه دقيق صغيره بالشكل ده كده مع رشه ثوم صغيره فريش، بابريكا، وكمان سنه كركم حلوه، وشويه كمون بالشكل ده كده، ونقلب دول مع بعض. معانا طاسه على النار، البتنجان انا حطيته في الزيت يتحمر. ايه التركايه يا مغازي؟ حطيت معلقتين دقيق مع شويه توابل على البتنجان بالشكل ده كده، وهسيبه يتحمر في الزيت على ما نشوف ايه قصتنا مع حته سجق بلدي من عند جزار معرفه او انك انت تعمليه في البيت. مش هو ده الموضوع، اهم حاجه ان انا اتعامل مع السجق ازاي علشان اعمل عمليه صدمه ناريه وما يتقطعش مني ويتكسر مني، وانا عايش شخصيته مع البتنجان الاثنين مع بعض. ده السجق زي الفل. ايه الحلاوه دي؟ تمام. زي الفل، تمام. ادي السجق بتاعنا بالشكل ده كده اهو، هنبدا نحطه كده ونقطعه مع بعض. اللهم صل على النبي بالشكل اهو، خليه زي ما هو سليم كده لان معاه البتنجان شخصيته قويه برضو اهو. خلي بالك السجق يتقطع من عند الرابطه بتاعته دي كده عشان نحافظ على شكله اهو. طاسة على النار سخنة، درجة حرارتها عالية جدا، زي ما هو كده هينزل في قلب الطاسة. يا ويلي، اللهم صل على النبي. هو ده، هو ده. زي ما هو كده هنغطي الطاسة بتاعتنا، مهم جدا علشان نحافظ على السيولة اللي موجود فيها. زي الفل. خلص الطاجن معانا، النظافه في ايدك اول باول، مطبخك رايق، تقفي رايقه في المطبخ، نفسك مفتوحه تعملي طبق واثنين وثلاثه واربعه بالشكل ده كده اهو.
بنجهز البايركس بتاعنا اللي هنحط فيه الطاجن بتاعنا. نشيل ده كده من هنا. تمام. طيب معانا نعناع اخضر، دايما بيكون في مطبخك الروزماري النعناع الاخضر ده مهم جدا. طيب انا عندي السجق خلاص استوى، عندي البتنجان زي الفل. اختيار بقى ليك، عايزه تعمليه بالطماطم اهلا وسهلا، عايزه تعمليه بالبتنجان كده حافظ شخصيته باللون الحلو ده كده اهلا وسهلا. اه ولكن هنعمل حاجه حلوه قوي، عندي ميه بتغلى على النار بوكي جرنيه اهو زي الفل. السجق بدا شخصيته تظهر. ناخد البتنجان بتاعنا بعد التحميره الحلوه دي كده بنحطه هنا. ما تشربش زيت، اتحمر وتلدن وزي الفل. ادي البتنجان بتاعنا اللهم صل على النبي بالشكل ده كده اهو. بدون ما نخش في تفاصيل، انت بتجيب اللحمه من عند الجزار، تتاكدي طبعا من الجزار مديك حته لحمه حلوه، إذا كانت بقري أو ضاني أو كندوز مفيش مشكلة، مش هو ده الموضوع، المهم تكون حتة لحمة طازة. ودايما إحنا بيكون إحنا المصريين يعني، والكلام ده إحنا وارثينه عن أجدادنا وعن أهالينا، بيكون في علاقة مع عم محمد الجزار، مع عم إبراهيم اللي في المنطقة، الجو اللي إحنا عارفينه ده، يعني لغاية دلوقتي إحنا مثلا عندنا في البلد بنتعامل مع جزار معروف، هو ما بنغيروش، كان والدنا الله يرحمه يتعامل معاه وهكذا. فنفس الموضوع ده، فبتجيب حتة اللحمة بتغسليها بمية ساعة، ده الطبيعي قبل التقطيع، جايبها متقطعه وزي الفل، بتغسلها برده بميه ساقعه، اللحم ما يتغسلش بميه سخنه. شايفين السجق له شخصيته ازاي في قلب الطاجن، البتنجان تحت منه زي الفل بالشكل ده كده. عندنا درجه حراره الفرن 180، مهم جدا نحط حاجه لطيفه كده. شفت شويه البصل دول على الوش، شويه البقدونس دول على الوش، وهتخش الفرن. اه ايه الحلاوه دي، صلى على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على النبي. اه لا ما تقوليش بقى اكلت السجق بالشكل ده قبل كده، بس المشكله لما تضرب هنا المعلاه من تحت مش هيطلع لك بقى لا برغل ولا فريك ولا الجو اللي احنا عارفينه ده، هيطلع لك بتنجان ابو قلب ابيض. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، اه اه ايه الحلاوه دي يا شيف، ايه الحلاوه، اه ايه ده، ايه ده، ايه الحلاوه، هو ده هو ده. اه لا انا هسيب والله العظيم للامانه، لو انا هاكل هاكل البتنجان واسيب السجق للضيوف، ما يلزمنيش السجق، شبعت سجق. اه 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 والسجق مستوي والبتنجان مستوي بالشارب زيت وزي الفل. اه الف هنا وشفا اللي ياكل. اه معلقه هريسه حمراء خلي بالك، وتخلي السواد في البتنجان والسواد جمال مع البتنجان. طيب حلقات النهارده اعتقد ان هي بسيطه وسهله في متناول الجميع، ما فيش اختراع ولا حاجه ولا ان احنا كلفنا، جبنا البتنجان بتاعنا الرومي ريحناه من جو المسقعه من جو المقلي، خدناه مع سجق بلدي في قلب الطاجن في ليفر وتيست وطعم بسيط وسهل، كزبره خضراء في قلب الطاجن، معلقه هريسه حمراء، التوابل اللي انا تبلتها للبتنجان بتغنيني ان انا اتبل السجق، عملنا طبق سلطه جميل جدا في الطبق بتاعي شكل الهرم في القيمه الغذائيه بتاعته، دخل الثوم، الثوم مفيد جدا للكوليسترول، زيت الزيتون مفيد جدا كمان للكوليسترول، الخيار بصديق المعده، الطماطم غنيه جدا بالمعادن والكالسيوم اللي موجود فيها، العصير بتاعي جميل بيساعد على الهضم وكمان في الجو الحار اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، ممكن في اقل وقت ممكن نعمل حاجه حلوه، عارفين ليه؟ ايه السر؟ حب حضراتكم لينا والكلام الطيب اللي بنسمعه من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.